اصدقائي الاعزاء اهلا بكم في دردشه فنيه لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك وتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد احنا النهاردة هنتكلم عن الفنان حسن حامد حسن حامد من مواليد 1932 في محافظة القاهرة وكان وهو طفل غاوي ان يلعب رياضة وكان بيهوى رياضة الملاكمة ورفع الاثقال وكان برضو بيهوى فن التمثيل وكان بيمثل على مسرح المدرسة ولكن بعد ما تخرج من الثانوية العامة دخل كلية التربية الرياضية لانه كان بيحب الرياضة قوي وكان بيهتم بالرياضات العنيفة زي المصارعة والملاكمة ورفع الأثقال ولكن هو تعين بعد تخرجه مدرس تربية رياضية ولكن ما استمرش فيها وتعرف عليه أحد المخرجين وشاف شكله أن هو ينفع في أدوار العصابات نظرا لقوامه الرياضي وبنيانه الجثماني القوي فشارك في فيلم حميله سنة 53 ومن وقتها بدأ يطلع في أدوار العصابات دور البلطجي الحرامي رئيس العصابة أو واحد من أفراد العصابة ولكن في ادوار سنوية زي فيلم اسماعيل ياسين في البوليس واسماعيل ياسين في البوليس الحربي واسماعيل ياسين في الاسطول يعني حتى فيلم اسماعيل ياسين في الاسطول ما اتكتبش اسمه في التتر ولكن دوره كان مميز في فيلم ابن حميده ويعتبر من اكتر الفنانين اللي اشتغل معاهم حسن حامد كان فريد شوقي واسماعيل ياسين وخصوصا فريد شوقي شاركوا في اعمال كتير جدا زي رصيف نمره خمسه وسواق نص الليل وحميده ومجرم في اجازه وشياطين الليل وسلطان وغيرها وغيرها من الافلام وكان بيطلع في ادوار ثانويه هو ومحمود فرج يعني طلعوا مع رشدي اباظه في فيلم امراه في الطريق وفيلم سرعه في النيل وطلعوا مع فريد شوقي في فيلم سلطان وفيلم دماء على النيل محمود فرج وحسن حامد وهو في الفيلم ده كان حسن حامد دوره معروف كان اسمه عبد الرازق جوز هند رستم في الفيلم وفيلم عنتر ابن شداد دور مفرج ابن همام برضه كان دور مميز وشاركوا ايضا في فيلم شياطين الليل اما في فتره الستينات بدات ادواره بتكبر لانه خاض مجال الانتاج انتج بعض الافلام وكان برضه بيكتب قصص وكان بياخد مساحه كبيره وكانوا دايما بيستعينوا بيه في أفلام الأكشن وبعض المعارك اللي دايما يدخل في صراع مع البطل هو ومحمود فرج وأحيانا يكون معاه الطخ توفيق وده كان مصمم معارك وفي فترة الستينات شارك في فيلم أجازة بالعافية وكان دور مميز وكبير وفيلم يوم واحد عسل مع محمد عوض ونيلي وكان رائع في الأكشن وفي أوائل السبعينات شارك في فيلم اسمه حياء خطرة مع سهير رمزي ونبيل عبيد وكان طالع ظابط متنكر وكان رائع في الاكشن وناس كتير قالت ان حسن حامد جسمه رياضي وينفع في ادوار الاكشن وممكن ياخد بطولات وخصوصا لما كان يرتدي الباروكه زي فريد شوقي فريد اساسا اصلع وفي كل افلامه كان بيرتدي الباروكه وباروكه فريد شوقي هي سبب نجوميته وكان فريد شوقي في بداياته بياخد ادوار شبيهه لادوار حسن حامد اللي هي ادوار الشر اللي بيطلع مع العصابات حسن حامد حب ان هو ينتج لنفسه زي فريد شوقي معمل ويكتب افلام انتج الكل عايز يحب وفيلم حياه خطره <applause> والافلام اللي ينتجها لنفسه ما ينفعش يكون هو البطل الاول لان الفيلم مش هينجح تجاريا وده منتج زي ما هو بيدور ان يعمل لنفسه دور كبير كمان بيدور على الربح فلازم يجيب معاه نجم كبير ومشهور بحيث ان هو يشيل الفيلم علشان يضمن نجاحه ويضمن مكسبه وفي نفس الوقت بيكون واخد دور كبير يعني فيلم حياة خطرة يعتبر هو بطل الفيلم ولكن كان معاه فنانين هم المتصدرين الأفيش زي نبيل عبيد وسهير رمزي وصلاح أبيل وحمد غيث وانتج ايضا فيلم اقتلني من فضلك وده كان من تاليفه وانتاجه وكتب قصه فيلم باسم الحب لحسن يوسف وفيلم اجازه بالعافيه لمحمد عوض وفؤاد المهندس فناس كتير قالت ان حسن حامد فيه كل المقاومات التي تؤهله ان يكون نجم جسمه رياضي له قبول كان ممكن يعمل زي فريد شوقي ويتحول من دار الشرير لدار البطل ولكن النجوم الكبار هم اللي داسوا عليه خوفا منه كان ممكن ياكل منهم الجو كان ممكن يبقى منافس لفريد شوقي في افلام الاكشن والضرب وخصوصا ان جسمه متناسق ناس كتير قالت كده بس هو جايز يكون قله حظ للفنان حسن حامد او عدم توفيق ولكن فريد شوقي طبعا ده في حته تانية لوحده فريد كان بياخد ادوار حسن حامد ويطلع من ضمن العصابات ولكن تدرج وكان بياخد الادوار الفائضه من محمود المليجي لغايه ما انتج لنفسه فيلم القصه حسن ونجح نجاح كبير وعمل حميده وجعلني مجرما بس الفرق بينه وبين حسن حامد ان فريد شوقي ذكي ومعجون فن وتعلم في ثلاث مدارس مختلفه مدرسه نجيب الرحاني ومدرسه يوسف وهبي ومدرسه انور وجدي غير انه خريج معهد حسن حامد كان ممكن لو الحظ خدمه كان هيبقى واحد من المشاهير ولكن ما كانش هيوصل طبعا لنجوميه فريد شوقي فحته ان النجوم خافوا منه فكانوا دايما يدوا له ادوار صغيره فده غير حقيقه بالمره ولكن نقدر نقول قله حظ وعدم توفيق ولكن في فتره الستينات والسبعينات بدأ يلعب أدوار كبيره زي دور محروس النجعاوي في 30 يوم في السجن وفي السبعينات عمل أهم أدواره فيلم رجال لا يخافون الموت وكان قاسم مشترك أعظم مع فريد شوقي في البطوله واسمه مكتوب بعد فريد شوقي قبل سهير رمزي وشارك في فيلم البحث عن فضيحه ظهر مشهد لما كان نازل على المواسير وشاف عادل إمام وقال له ربنا معاك وفي فتره الثمانينات شارك في فيلم افتواد في بولاء في دور عباس قيله وكان دور قوي جدا يعني كان دوره اقوى من دور فريد شوقي واخر اعماله فيلم المتمرد مع فريد شوقي وممدوح عبد العليم وليلى علوي وشارك في بعض الاعمال التلفزيونيه نذكر منها مثلا جحا وبنات شهبندر التجار والكعبه المشرفه لص الظريف ومن ضمن المواقف التي تعرض لها الفنان حسن حامد انه كان بيصور فيلم اسمه المخادعون وكان فيه مشهد خناقة ان حسن حامد هيضرب توفيق الدقن وسمع المخرج بيقول لحسن حامد انت هتضرب توفيق الدقن فتوفيق الدقن اعترض مستحيل الدور يتمثل بالطريقة دي وحسن حامد يضربني انا انضرب من فريد شوقي ماشي من محمود المليجي ماشي او من رشدي اباظه انما حسن حامد هو اللي يضربني ده لا يمكن ابدا امثل الدور ده وعلى فكره توفيق الدقن عملها برضه مع سمير صبري، كان فيه خناقه بينه وبين سمير صبري والمفروض سمير صبري يضربه، قالوا لا انا ما انضربش، انا انضرب من فريد شوقي بس، ودي قالها سمير صبري في برنامج وكان مستضيف ابنه المستشار ماضي توفيق الدقن. المهم لما المخرج وصناع العمل فشلوا في اقناع توفيق الدقن قرروا يستبدلوا المشهد بخناقه ما بين مجموعتين بدل خناقه حسن حامد وتوفيق الدقن. فهنا حسن حامد اتضايق جدا وحسب باحراج ومن ضمن الاصدقاء المقربين للفنان حسن حامد في الوسط الفني كان فريد شوقي ومحمود المليجي وايضا رشدي اباظه فنقدر نقول ان حسن حامد على قد ما كان بيطلع في ادوار صغيره دور رابع او دور خامس وقليل جدا انه يطلع دور تاني ولكن له ادوار متميزه قدر انه يظهر فيها ويخطف انتباه الجمهور زي فيلم فتوات بلاء 30 يوم في السجن رجال لا يخافون الموت يوم واحد عسل الكل عايز يحب حياة خطرة عن بن شداد ابن حميدو دي الأدوار المهمة اللي قدمها الفنان حسن حامد ولو كان الحظ خدمه كان هيبدع أكتر من كده بكتير ولكن هو من الفنانين اللي كان حظهم قليل بالنسبة لحياته الشخصية والأسرية فهي مش مكتوبة على جميع المواقع والمنصات وقنوات اليوتيوب أيضا لن تظهر الجانب الشخصي للفنان حسن حامد وحياته الاسريه يعني ما حدش قدر يوصل انه اتجوز كم مره وكم عدد ابنائه ما حدش عارف لانه كان مبتعد تماما عن اللقاءات الاذاعيه والاعلاميه والصحفيه وقدم حسن حامد طوال مسيرته الفنيه ما يقرب ل عمل فني وبتاريخ 3 يناير 1989 توفي الفنان حسن حامد عن عمر يناهز ال 57 عام أثر أزمة قلبية حادة. رحم الله الفنان حسن حامد. عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة. جورج إبراهيم